donc comme promis, il faut les photos de tête comme sur Facebook. On sent 300 j'aime, pardon. Donc, qui me voit, tu comprends, dès le convivial, la job d'été. Donc, c'est facile, on a comme des astuces, on a un cousin direct, tu vois, on a non. Donc, voilà, où le haja, cette belle, nous restons le cran de l'Irkon, qui est une des villes rares, des villes moyennes, une petite, mais en fait, vous avez le traitement. Donc, le premier conseil, tu vois, déplaçant les villes kbar, ou les villes qui ont le tir de mots comme s'ils sont mieux fait les champs. Donc, comme si il y avait le slam, le tachan, le mm, tu te déplaces tout le monde. Donc, il m'a dit de déplacer les villes que vous avez à Paris, que tu as un chien, 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 tu as un chien. Donc, voilà, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'élargir le cercle social. Donc, comme là, quand tu as un chien, tu as un chien, tu as un chien, tu as un chien. Donc, par exemple, واحد الحاجة اللي نلقاها لصاحبي كان تيمشي للجوامع بزاف، كان تيمشي للجوامع بزاف، ديكو تيتعرف على الناس تما، كتلقى مغاربة جزائريين توانسة كلشي، تيبقى يهضر معاهم هادي أنا تقلب على خدمة هادي تياخد النمرة ديالهم، تيبقى في كونتاكت معاهم، تبدا دبرو عليه، أو ميم طون تيجمع لي كونتاكت، فهمتيني؟ دونك هادي من جهة، دونك فو دوفي بونسي أ إيلارجيغ لو سيرك سوسيال ديالكم، ثاني حاجة الدراري اللي تيكونوا قدام، خاصكم تكونوا سميتو، تعرفوا عليهم. تعرفوا عليهم وتسولوا على لي زاسيس باش يقلبوا على خدمه في ديك المدينه اللي فيها هما فهمتيني ديجا قد يكونوا هما لقاو خدمه ولا شي حاجه يقدوا يحطوا السي في ديالهم ديالكم في الخدمه ديالهم ثالث حاجه انا اللي كنت كنديرها انا عربي كنقلب في ريستوراسيون شنو كنت كندير بحال دابا انا ملي جيت لباري كنت كنمشي بحال دابا مثلا كارتي سان ميشيل كنبقى ندور على مثلا كنبقى ندخل كناكل عند واحد هذا الكباب هذا وندخل عند واحد اخر ما تبقاش ناكل عند واحد كل مرة تبقى نقول له واش كاينه خدمه واش كاينه خدمه واش كاينه خدمه كل واحد يقول لي ما كايناش هذه سير عند هذا سير عند هذا فهمتوني اوكي فوالا حتى هكا تلقيت عند واحد سميتو واحد كامل دونك بحال هكا تخرج تقلبوا دونك اما قهاوي اما لي سناك اما دي ريستو اما لي زوتيل تاع هما دونك بحال هادشي ابار هاد لي تخوا كونسي اللي قلت لكم يلاه كنت كنضرب مع كوزا وقال لي كاين دي سيت اللي تقلب فيهم على سميتو على لي جور دي تي دونك انا غادي نوريهم لكم دونك فوالا دونك شنو قلتي لي ربيع قبيلات دونك كاين بليزيور سيت وي انا كاين دابا خرجت لك لي بلو كونو لي بلو يوتيليزي دونك هذاك كيل جوب كاين كيل جوب كيل جوب بوان كوم دونك عندك هنا تو شيرش C'est un site normal de recherche d'emploi. Donc voilà, c'est facile, tu déposes ton CV, Naya, tu ouvres ton compte dans un room, que tu ne pas les annonces. Toutes les grandes villes. Voilà, donc les villes qui sont Paris, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille. Si tu as acheté ton marque, tu as comme les villes qui sont plus grandes. Tu as comme les villes qui sont plus grandes. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Tu as des métiers populaires. Donc voilà, tu as achat, chauffeur, commercial, comptable, assistant, production. Voilà, donc حاجه كتلقى دونك لو deuxième site هو Equesta donc equesta.com ها هو راه نخلي لكم لي سيت في لا ديسكريبسيون دونك كوم ان ليان ديريكت هنا جوب ايتوديون فوالا هي جوب ايتوديون هذا او ميم طون تلقاو لي ستاج و لي سي دي اي و اللي بغيتو دونك فوالا حتى هذا المهم لي سيتيزاسيون ديالو راه ساهل كتدخل عادي بحال اي سيت وكتسميتو كتلقى دونك هادو هما الجوج اللي كاينين بليزيور كاين بزاف المهم هادو اللي معروفين بزاف كاين بزاف لي زانونس و حاجه اخرى كتلقى دوك كتشوفهم شي مرات تيكونوا كيفرقوا لي فلاير غير في الزنقه في هادوك حتى هما سميتو حتى هما تيخدموا بزاف في الصيف انا شنو كنت درت كنت كانوا هادوك كيهزوا اللي كيفرقوا لي فلاير وقفت سولتها قلت لها شكون اللي تيخدم لكم هذا عطيتني سميه الشركه وتهضرت معاهم المهم حد الان مازال ما كنت المهم تقيت معاهم وكلشي قبلوني مي هي مازال ما كاين شي بروغرام ديكو مازال ما بدينا دونك فوالا ديكو انا قلت لكم هادشي كامل اللي تنعرف و اسبيرون ان شاء الله تلقاو الجوب ديالكم هنايا باش كنعرف لي زيتود تيحاولوا يجمعوا الفلوس واني بروشين باش يفهموا مثلا لي زيتود ديالهم دونك الله يسهل عليكم ونتمنى تكون لا فيديو مطولتش فيها عجبتكم لا عجبتكم ديروا بشي جيم ابونيو لكم تجدد في لاشين ونتشوفوا في لا فيديو بروشين ان شاء الله